نسكي وطاعتي وجميع أفعالي لله في صدق يطغى على حالي. هابت مواسم طاعة تظللنا محفوفة بعظيم الخير والفالي. من أعظم القربات إلى الله عز وجل في أيام العشر الإكثار من الأعمال الصالحة. كان سعيد بن جبير إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، وقال يوما: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. ذكرا وصوما وإحسانا في القلب مرتعها من دون إقلال. عشر أتت وعبير الشوق عطرنا، نرجو الكريم ونخشى سوء أعمالي.